دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية ينضم إلينا الآن من العاصمة المصرية القاهرة. دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك. لماذا زاد اللغط والحديث والاشتباك الدائر بشأن مسألة الاجتياح البري؟ سنقدم على توغلات محدودة، لا هي بالفعل محاولات الاجتياح لكنها فشلت في أكثر من مناسبة. أحمد أستاذ داليا والمشاهدين، الحقيقة طبعا في حالة من الارتباك تردد، أنا أرجعه إلى أمرين. الأول عدم جهوزية جيش الاحتلال، وثبت مع التجربة العملية عدم قدرته على تنفيذ المهام، على عدم القدرة من على الاشتباك من المسافة صفر. القصف من بعيد هو الذي يستهدف المدنيين، هذه هي الإنجازات الصغيرة التي يحاول أن يروج لها داخل المجتمع الإسرائيلي. الأمر الثاني ألا تنفتح جبهة أخرى، أعتقد أن الجبهات الأخرى يعني قد تنفجر، أعني فلسطين الداخل، أعني طبعا لبنان، جبهة لبنان. فبالتالي يحاول المراوغة، لا يقول أنه هو يقوم باجتياح بري، مع أن المسافة أصلا من أراضي 48 للساحل للبحر المتوسط في شمال غزة حوالي 4 كيلو 6 كيلو، فهو بيتحدث اليوم تحدث باسم جيش الاحتلال عن معارك في عمق غزة، هذا العمق أقصى 6 كيلو. دكتور أحمد، هو الحديث عن الاجتياح البري أو حتمية الذهاب إلى هذا كخيار لدى قطاع من الطبقة الحاكمة في إسرائيل يطرح السؤال حول الغايات أو الأهداف من ورائها، لأن لو الأمر مرتبط بالقدرات التدميرية وبحصد أكبر عدد من أرواح الفلسطينيين فهذا يتحقق، ويتحقق بصورة بالغة العنف في قطاع غزة عبر القصف المروحي وقصف الطائرات. لماذا الإلحاح على طرح هذه المسألة، مسألة الاجتياح البري؟ يعني هذا الشطط وهذا الهجوم الهمجي في جزء منه شخصي، طبعا الأعين في تل أبيب متجهة إلى المحاكمات التي ستلاحق كل من قصر، كل من لم يستعد، كل من أدت سياساته إلى يوم 7 أكتوبر، فبالتالي يحاولون تقليل الخسائر أو رأب الصدع أو تجميل الصورة القبيحة. فهذا الأمر يتم على دماء المدنيين الفلسطينيين، لكن في المقابل عائلات الأسرى والمحتجزين بدأ يعلو صوتها بعد أن كان كافتا، وبعد أن كان من يرفع صوته يتهم بالخيانة، بعد أن كانت اللافتات التي عليها صور المحتجزين يتم انتزاعها، حاليا الصوت يعني أكثر ارتفاعا أكثر حدة، وهناك ساهم في الأجواء المناوئة للحكومة ولرواية الحكومة في مقابل إسكات الرواية الفلسطينية الفيديو للمحتجزات الثلاثة، وكان واضح فيه الغضب الحقيقي. يعني حتى بيقولون في إسرائيل حتى لو كان أملي عليهم ما يقولونه، وكله موجه إلى نتنياهو الذي أزاح مسار أسلو، الذي فشل في تحقيق الأمن، الذي قصر في حمايتهم لليوم 24 و 25، فإن غضبهم حقيقي ومبرر. وهناك خشية حقيقية حتى على أرواح الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.